نافذة على الحياة، تسليط الضوء على المشاغل الأسرية في القيروان وبحث عن نوافذ الأمل. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فهم، موعد جديد من برنامج نافذة على الحياة. معكم سهام حمدي في الميكرو، ترافقني أمنا بوخيد في الإخراج التقني للحصة. اليوم سنشد الرحال إلى معتمدية الشرار ده باش نتعرفوا على جمعية الأمل لذوي الاحتياجات الخصوصية. هذاك علاش ينضمنا بالتليفون مدير الجمعية سيد رمزي سلمي. سي رمزي أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك اختي سهام، بارك الله فيك. سي رمزي، لو كان تعرفنا يعني اكثر على جمعيه امل لذوي الاحتياجات الخصوصيه في الشرار ده. والله هي جمعيه حديثه النشاه، تاسست في مارس 2020. تضم حوالي توا على 27 تلميذ مراسم، 35 في قائمه الانتظار. وعلاش 35 في قائمه الانتظار؟ خاطر اول حاجه نحن تو الجمعيه هي في معناها في قراءه، معناها مقر ما عندناش مقر، مازلنا ما تحصلناش على ترخيص لبناء مقر. وجمعيه ثاني حاجه ما عندناش مواد ترونسبور، ما عندناش حافله نقل المعاقين. تقريبا نفس الإشكالية عند عدة جمعيات. باهي سي رمزي، تو نحكيو بأكثر تفاصيل من بعد على الإشكاليات هذية. جست تعطيني معناها 27 تلميذ ذوما من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندهم نوع واحد معناها؟ لا، جمعية محلية تضم عديد الإعاقات، العضوية والذهنية والسمعية والبصرية. في معتمدية الشرار ده بالنسبة للتلميذات هذوما 27 تلميذ مرسم بالجمعية نتاعكم، جمعية أمل لذوي الاحتياجات الخصوصية، شنو الأعمار نتاعهم من إلى؟ الأعمار من 5 سنين حتى 30 سنة. من 5 ل 30 سنة. كيفاش تحيطوا بهم سي رمزي؟ كيفاش الأنشطة اللي معناها تقوموا بهم في الجمعية؟ والله عندنا عدة ورشات، من ورشة الإعلامية، عندنا ورشة الخياطة، ورشة إبداعات يدوية ورسم على المحامل. خاطر بالنسبة للفئة العمرية من 5 سنين حتى 15 16 هذيك تتسمى تربية مبكرة. تسمى التربية، ومن بعد 17 سنة ولاو تأهيل وتكوين. يعني من 15 سنة ل 30 سنة هذيك التكوين وتأهيل. واللي اقل هما معناها تربيه مختصه. تربيه مختصه. به الاطار المشرف سي رمزي على الوليدات هذوما يعني من ذوي الاختصاص قداش من شخص معناها البيرسونيل اللي في الجمعيه؟ بالنسبه للاطار هو التويكه، نحن فما بريسك جميع الاختصاصات، لكن عندنا مشكله انه مازالت ما تسودش الوضعيه بحكم انها جمعيه حديثه النشاه. قداش من شخص يعني مشرف على تكوين الوليدات هذوما؟ والله بالعمل بالاداريين بالاطار فما حياه 15 اطار. 15 اطار. باهي، تشاركوا في المعارض سي رمزي بالنسبه للورشات اللي يقوموا بهم التلميذات؟ ما دام كيما حكيت لك الجمعيه هذه النشاه، ان شاء الله قاعدين نحضروا المعرض في مارس، معرض الصناعه التقليديه. في القيروان. بالنسبة للخدمات سي رمزي، تقدموا الغذاء مثلا للصغيرات هذوما في الجمعية؟ بالطبيعة نمجع، معطول نمجع، عندنا مطعم. عندنا مرامط، عندنا طباخة. طيب، وإذا مش موجود مثلا نعطوهم نمجع خفيفة. بالنسبة ل 27 تلميذ المرسمين في الجمعية، هم كلهم من مدينة الشراردة ولا فما من بعض العمادات الأخرى؟ من معتمدية الشراردة. معتمدية ولا المدينة؟ لا، من العمادات. من العمادات. هي الشراردة فيها أكثر من 1200 معيق موزعين على 5 عمادات. نحن هذوما تو السيارات اللي يجونا بريسك القراب قراب، فهمتني؟ يجيو على نفقتهم الخاصة ولا بالوسائل الخاصة نتاعهم؟
خلينا نحكي شوية على صعوبات اللي تواجههم الجمعية هذه حديثة النشأة. قلت لي في مارس 2020 بديت، دونك يظهر لي فما مشكل النقل أهم إشكال، خاطر كيف يتحل الإشكال هذية مثلا بحافلة تنجم تجيب لكم أكثر تلمذات من عمادات أخرى. بالطبيعة الحافلة هي مدام العمود الفقري للجمعية. خاطر برشا عباد وكما تعرف انت توا ثم ذوي الاحتياج الخصوصية ينحضروا الأكثرية من عائلات معزة، فهمتني؟ معناها أكثر حاجة ترونسبور حتى كمعتمدية شرار بصفة خاصة، وسائل النقل قلة موجودة، النقل الريفي قلة موجود. هذه علاش؟ فهمتك. وبالنسبة للصعوبات الأخرى مثلا توا عندنا الإطار، معناها الإطار الموجود من أعوان وعملاء وإداريين، معناها توا عندنا برسك عاملين يخدموا متطوعين. يعني مطالب أخرى بتسوية الوضعية نتاع الإطار العامل في الجمعية هذه. إيه. به يعني النقل وتسوية الوضعية نتاع الإطارات المشرفة على الجمعية. سي رمزي، يعني كلمة الختام أو شنو تحب تقول، وإلا كان عندك رسالة تحب توجهها؟ والله ماذا بي يوفوا لك الصغيرات مثلا الصورات المعنية، الصورات المشرفة السيارات، خاطر هذوك راهم معناها حتى هما حق عليهم انهم بنادمين في سوق الشغل في الحياة الاجتماعية. وينظروا بنفس تكريم. سواء بتصويت معناها خاطر بتوفير حفلة بمنح التكفل والتسيير من الوزارة ولا من منح التمويل العمومي من الجهات المختصة. واضح سي رمزي، بالتوفيق لكم ويعطيك الصحة على تدخلك معنا. دونك جمعية أمل لذوي الاحتياجات الخصوصية في الشراردة مرسم فيها 27 تلميذ، فما 35 تلميذ أخرين على قائمة الانتظار. يقول سي رمزي أن الإشكال متاع النقل هو أبرز إشكال، إن شاء الله يا ربي تتوفر لكم حافلة والسلطات المعنية تنجم تعاونكم سي رمزي وتتدخل يعني وتسمع صوتكم. شكرا لك سي رمزي سلمي مدير جمعية أمل لذوي الاحتياجات الخصوصية بالشراردة. هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من نافذة على الحياة، نتقابلوا في الحلقة القادمة في لاماننا. نافذة على الحياة، تسليط الضوء على المشاغل الأسرية في القيروان وبحث عن نوافذ الأمل.